أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كان وحو كبلا بنا يا آيات التوبان إيا سديدات أو سورة آل عمران كمدة وانو سوقارنا عشر كان سديدة إيا سديحات أنه أو كدحجرنا سورة دي سديحات وقرآن. إلهي سبحانه وتعالى وهو نغصى ورمي عشر كين آيه ودن بيهي ددك إلهي أدو من كيسا هو وناسنو صالحين تا صفاتك إسكليهين إلهيهين ددك إلهي بريايا ودهايا ربك إنوانك رميني إذنوبتين النوضاف نارت عذاب كيذن إنه يكري أدنو حوالي وادد صبر بدنوله إلهي سبحانه وتعالى الله دا عديس أيه كسبران بلا يدا أيه كسبران معاصر أيه كسبران وقوهم بضهمين بضن وإيمان كوهد مارتي آدي آدو أدق وقوه إلهي أدعي سبحانه وتعالى وقوه وحصد قيسته وقوه دم بباف إلهي ويدية وقتك أو وقت السحركة سأسو إلهي نصورنا إلهي نوري أدنى سبحانه وتعالى شهد الله الله وحو عديي أنه شأني لا إله لا معبود بحق في الوجود ألا العابد وحق العابد كون كينه سنجر إلا هو إسلام ويه والملائكة وشهيدة الملائكة ملائكتنا ويكمر خاتك عن يقول العلم علم وكو صاحبك أو إلهي قائما حال أويها ألك كتاغا بالقسط عدل كتاغا لا إله إلا هي على مجرى إلا هو إسلام ويه العزيز الذي غالب ويه الله سبحانه وتعالى الحكيم والذي فلصوبا وحوصا عيناي أيضا نماشا في القرين وهي إسكالادة يسوي نزول وهي إسكالادة فلائل وخاصة هي إسكالادة معاني فربنا هي إسكالادة بركة أول رئيسة أنت أنا معنى هذا أقولين أدي أين وحكا السوق هذا فلا إيش مركز إسكال هذا هي آيات دتنو إيه مارت يا سيب نزول كيده سيب نزول كأيان كهر مريناه لبن ما عالمين أو مركز رير شام أحبارتو دي كمده عمو دي عالمين تايد كمده أيها النبيين عليه الصلاة والسلام وهي أبي مادين مدينة مركا سيوه يكون رادين محمد هو شيبان كاسو آلينا شيقا صداد موشي التاني وانك رمينينا وانك رميسنينا وحكستا رسول كان عليه الصلاة والسلام هو دا إسوآو لهي مركا سيوه يكون رادين وعادنا وقعه ورمتا أعظم شهادة في القرآن شهادة مدة أولين أو قرآن كجرت مركز آيات دانو سيدكتي مركز وهي رادين وحاد نوشيكتا شهادة مدة أولين أو قرآن كجرت أو سيدكتي وانرهم أيها إناه
مركز آيات دانو سودكتي وي هذا مركز آيات دانو أعظم شهادة في القرآن أي كتاي وهل وري وقت يأي سودكي سي عرشك هريره سوحاهاي وها مدى وحابه لهاي بيتك إلهي كعبدة هريره روحاهاي سدح بقولي لحدا سنم ومركز عرب أي كرالي ذوي كلا عبدو إلهي على كدكتين آيات دامر كي سودكتي وهي أصنام كعبدة سارهاي ويداتين ساسا مركة وحي كتاي أعظم شهادة في القرآن كتاي فلا إشهد هدي أن وحكا سوق هذا حديث أو سوق رويا وهو هاي ما لنت قيامه ولكن آية وفكي آيات عن أخر جري أو حفظ سناي إلهي يا مركة وحو إليهي الدون كان كيا أكتيد بلا ما أوياله إيه مركة سهلو أوفيو الدون كي الجنة الجرية ملايك تعيالة بها يا مركة سي جرينا يان أيضا وح عذاب مركة سي أوسم أصبق فلا إيش هذا وحاك مده أيضا وحي قيسا عرقه أو شركه أي قيسا أي قلبه كجرتا وسواس كان وحبيك أنفع ذا ساس درعاد دا بدكي وانا سنايو عارفين تا وصالحين تا هاي وعلمة أهل العلم يا هي السلف كا هاي واي دورتين صلاة دمركي اي ختمان ان اي اخريان وصلاة كسعي ابتاد اي اخريان مركا عبد الله هو نهي شهد الله ايو نهي مركا عبد الشهادة معنى هذا سيد اللي يقان وحوي الاقرار باللسان والإذعان بالقلب يا ليرة مركا شهادة ليرة شهادة محالة بها مركي ليرة لكن تاسد وحوي او شهادة اللي يقان إلهي سبحانه وتعالى مستحيل اي كتا إن وحوي لسانك وحلغا قره قلبي غنى لغا رميه أي شهادة ليرة تاسنا إلهي مستحيل اي كتا مركا عبد شهد الله ذا معنى شهد ذا هدي إلهي لو نسبه مقام كيسة بمعنى بيّنوه بيّن وأظهر لخلقه بالدلائل القطعية وهي إلهي سبحانه وتعالى وعدي وانا ظاهري خلق كيسة يوعدي وانا ظاهري دليل أوقوان يوعدي أنه لا إله إلا هو ساسوه مركا هذا الكوحا كجرة وهل إلى استعارة تبعية معاي ربيان كيال لو شبه الشهادة دي وحال عاريقاتي مشبه به اسم كيسي أي مشبه له عاريقات شهادة دي أي الله سوء اشتقاقي شهيد أو بمعنى بيناء وجه الجمع نوع حوية الوثوق بكل وامد والبوال وكرسوية معايا لقفك وحقرة هذا نوع حوية قلبي كرم يا شيء سوى شيء حسري أو قلبي سكد غيب ونقنية كالسوري بوهلا يا مركز سيدا مثلا با قفك السامع هدي بيجيس او وحكم مغلو او اصونا كالسوري بوهلا او هده مركي لو يدي شيء او بيا حكم مغلي او مركز او عدي كرايو والملائكة تدان هده مركز الله اللي وعد في او لفظ الجلاله قعد فن وهذا وحوي مرفوع وي فعل كان ولا قدرها يا معايا لو واحد اللي سوق قدرها وحيتهاي وهلا فيبا يا إن مركاسي لفظ الله استعماله حقيقة دي صلاة استعماله هي مجاز كيس تاسنا وحا كجرة خلاف يا كجرة مركز الشهادة هو حفي حق الملائكة والمؤمنين معنى هذا هو إقرار واي لكن مد إلهي حق إيسا معنى هذا تبيين واي مركز إسكسي الله به مايو وأنا ما يشعر مركز فعل إلا سوق الدره سيئا مركز لفظ الجلالها أو الوعطفه هي معنى إيسا الله استعمال إلهي نور سبحانه وتعالى شهد الله الله وعدي بيّن لخلقه بالدلائل والآيات وي
خلق عيسى يوعدي الدلائل إيه آيده أنه شأنه لا إله لا معبود بحق في الوجود الله حق لوعبده كون كان سنجر إلا هو إسقمه والملائكة وحالاتها وشهد بذلك أرنك أصنع وحاكم الخاتك أي أوقري الملائكة ملائكة إيه العلم علم يكو أصاحبك وأنبياء إيه مؤمنين لغوضه واعتقاد إيه اللفظ أي أيهنا كقرين قائما حال يكي تاغن الله هو الله كتاغن يهي مصنوعات كيسة مخلوقا مامولك أو مامولاي وأنا الله حالينا يا بالقصد عد أو كتاغن لا إله إلا هو لا إله إلا معبود بحق في الوجود إلا هو إسلام إيه الله كالو حق الوعب وكون كماهن وحال لسوء لي مركز لا إله إلا هو ذان لواد تأكيدا لسوء لي العزيز اللي قالب ويا الله سبحانه وتعالى هو ملك يس أن عندنا كل مغالب وتمكر وين كل ترتمكر الحكيم اللي فلسو بنوي أو شيء والله محل كيس الدجناي صفات كاسدي الله أولي هاي الله عدنا هو ده إن الدين دينك المهنية سوق دريسة أو لغر هالي هاي عند الله اللي اكتيس لغر هالي هاي الإسلام هو الإسلام إسلام كوي وشرع رسوش اللي سوق هي أو توحيد كوبنا يسن وحكى للدين مقون معيان مركا آيادان أيضا وحي شابكتي يهود أيا وحي شابتين أنه لا دين أفضل من دين اليهودية وحي شابتين دين إنه سنجر كفضل بدن دين تيهودية ده مسار أيضا سيدا سوكا لانتوا وحي شابتين دين أو دين كودا كفضل بدن أو سنجر مركا هذا أيضا دين تي إسلام كي سيدكتي أو كتبته هر الله نسخيه رسول كان عليه الصلاة والسلام إلهي كون كان أصوات داي أي هذا لذا شاقان يا سيدا هذا وداد قالا هو بدن أي دين أشاقان يان واحد دين كشاقة أي أشاقان يان واحد دين تإسلام كأن هين عالم ككجري دين هو مجرد لكن وحاس وح يا والله إسكاه الصوت نقا ما إسكوي لكن دين أو شرعية أو إلهي خالق وكيهي أو دين لو اعتبارنا أيو وحا كجري دين تإسلام دين كلا مجرد إلهي هو سبحانه وتعالى إن الدين دين كونه الله إن الدين المهنية وي دين كالله هاليه عند الله الاكتيس الإسلام إسلام كوي وما عداه الضلال وي إسلام كوي كسوها رباده واي واحد دين لو شاقه كرمانت أو دين تإسلام كالله ترسيه كرم أولا ليه هدد كان الدين هاي ساهي دين تويد هلا دوره مجر تكونك وما اختلف الذين كو اسماء سن خلاف وطول كتاب كتاب اللي سيونه الله سبحانه وتعالى الا من بعد ما انت كدب ويانه جاءهم العلم او علم وويم لي ولين كان هذا وحوي يهودي النصارى او اسخلاف سن خلاف كود وقت ويمد با اله الوشيغية هذا ان وما اختلف الذين دانوا جواب ومركز كبلة سؤاش شيء إله يقول كيس إن الدين عند الله إسلام كرر توي وعفده أنت إذا لم يتري هذا الدين كل واحد هدوء هاي إلى نقول الله آدم لغصوب الله إلى وقتنا ليسوق قارو فما الاختلاف فما اختلاف أهل الكتاب وأهل الكتاب كم حيث خلافين ومركز إله لم يتري كان أنت هاي وما اختلف الذين كل اسم إنسان خلاف وطول كتاب كتاب كل سيء يهودي النصارى وي أو بعضنا إلهي وحيدين بعضنا أي كفيان إلا من بعد ما أنت كدموا يعني جاءهم العلم علم وإن ذو توحيد كاس وحاني إلهي بغيا أيوبه إلهي سبحانه وتعالى حسد دراديسة وبينهم بحوض هذه بغيا نود إلهي سبحانه وتعالى وإذا أجل البغي وي بغيا وحال أفسر حسد وحال أفسر حد قلب محايا لو وح إسقط لها أيوه ضدنا السيدة وذا ومركي إسخلافان وحا لحظة وذا إمانا يوحلي إلى حسد بعد لنا بغي نول إله سبحانه وتعالى أما دي إسحسدان وحا بالعكس دي إسحسدان وحا إمانا يسخلاف با إمانا
maxay la xasadku waa midka wax walba kala firdhiya oo hadii markaasi dad ay xusadan yihiin oo ay dad xasdayaan isjeclaan maayaan xiriirna ka dhexay maayo baqiyana u ilaahay baqiyu daraadii dulmi daraadiisa baqiyu laakiin wuxuu ka imaanaa kuwa kaafiriinta oo duunan dhexooda ahaada un ilaahay waman yakfur ruuxuu kufriya biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa ku kufriya faina allaha alla sariicu lxisaabi xisaabkiisu aluhu deg deg badan weeye oo hadda qofkii qofka soo aayaadka ilaahay ku kufrisa ilaahay subxaanahu watacaala waa xisaabayaa marka alla wuxuu dhahay subxaanahu watacaala waman yakfur ruuxu kufriya biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa ku kufriya faina allaha alle sariicu lxisaabi xisaabkiisu aluhu deg deg badan weeye oo ilaahay subxaanahu watacaala isagaa jaasinaya fain xaajuukow dha ilaahay haddii ay kula doodaan kufaartu oy diinta kugula doodaan faqul waxaad tidhaahdaa aslamtu wajhiya wejigayda waan hogaamiyey lilaahi alla ayaan hogaamiyey fain xaajuukow dha ilaahay yahuud iyo nasaara hadday kula doodaan waa markii waxa weeye risaaladaada cumuumkeeda ay inkiraan fain xaajuuka u dha ilaahay haddii ay kula doodaan u dha ilaahay faqul waxaa u tiraha u dha ilaahay aslamtu wajhii daatadayda ayaan hogaamiyey lilaahi ilaahay hogaamiyey wamanna waa hogaamiyey isaguna ittabicani aniga isoo raac wamanna isaguna waa hogaamiyey ittabicani aniga isoo raac wejiga hadda meeshaan waxaa loo khasisaayo waxaa weeye sharafta uu leeyahay weeye haddii wejigu hogaansamane inta kale minbaabi owlaa waayo waqul waxaa u tiraahow dha ilaahay liladiina kuwa uutul kitaaba kitaabka la siiyey waqul waxaa tiraahow dha ilaahay liladiina kuwa aada u tiraahdaa uutul kitaaba kitaabka la siiyey yahuud iyo nasaaro iyo wal ummiyiina kuwa ummiyiinta waa mushrikulcarabe ah aslamtu ma islaamaysaan isfahamta markaasi waxay noqonaysaa amar weeye ah aslamtu ma islaamaysaa macnaa aslimu weye islaama fain aslamuu hadday islaamaa ay hogaansamaan faqad xaqiiqe ehirta dee way hanuuniin fain aslamuu hadday islaamaan faqad xaqiiqe ah iita dee way hanuuniin baayada way ka hanuuniin wainta walow hadday jeestaan oo islaamka ka jeestaanne fainamaa in kaleeto maahine calayka korkaaga waxaa ah albalaagu gaarsiin wainta walow hadday jeestaan fainamaa in kaleeto maahine calayka korkaaga waxaa ah albalaagu gaarsiin oo risaalada aad gaarsiisi wallaahu allane basiirun allihi caalim ku ah weeye bilcibaadi addoomanka wallaahu alle basiirun allihi caalim ku ah weeye bilcibaadi addoomanka ilaahayna acmaashooda ku jaasinaya marka hadda arrintaana waxay eheeday culimmo yidhaahdaan intaa nabiga jihaadka la faray calayhi salaatu wasalaam laakiin jihaadka markii nabiga la faray haddii ay hogaansami waayaan waa lala jihaadaya ee markaasi dacwadii oo la gaarsiiya kaliya loogu sini maayo ima aladiina kuwa yakfuruuna kufrinaaya u dhah ilaahi subxaanahu watacaala biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa ku kufrinaaya oo wayaqtuluuna annabiyiina nabiyaasha dilaaya bikayri xaqin xaq la-aantiis ku dilaaya wayaqtuluuna aladiina kuwiina dilaaya ya'muruuna faraaya dadka bilqisdi cadaala faraaya oo min annaasi dadka ka mid ah u dha ilaahay fabashirun kuwaas uu bishaaray u dhahay alle bicadaabin cadaab uu bishaaray cadaabkaasuu aliimu ilmin oo xanuujiya ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala ina aladiina kuwa yakfuruuna kufrinaaya biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa ku kufrinaaya waxaa ka mid a masalanba hadda qur-aanka hadda lasoo sheegay oo ahlu kitaabka iyo mushrikulcarab oo dhanba laakiin hadda waxaa lagu wadaa yahuud ayaa laga wadaa maxaa yeela yahuuddu waxay sameeyeen ambiyo badan ayay laayeen dadkii ambiyadaas raacsanayna waa ay dileen oo hadda sidaas ayaa sabab nusuulka u ahay aayadda yuqaatiluuna qiraahna waa jirtaa oo markaasi la dagaalamaayo ina aladiina kuwa ayuu dha ilaahay yakfuruuna kufrinaaya biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa ku kufrinaaya wayaqtuluuna annabiyiina nabiyaashana dilaaya u dhah ilaahay ama wayuqaatiluuna nabiyiin nabiyaasha la dagaalamaaya bikayri xaqin u dh ilaahay xaq la-aantiisna ku dilaaya
هذا ودي لي هذا أنبياء إيه اللي دلو لا يكون إلا بغير حق معيتها مركب معناها أنا وهذا ليه هاي اعتقاد كوده هيا ساس هيا لي وإلهي هو ليه الله ياب سيدك محمد كهو قلاد عن عقل حمد هذا أنبياء بيد دلائيان وهي لا اعتقاد سيهين دل كوده إنه مركز خلاف الحق ويهي أو سحق خلاف سيه بدك مركز عدالة فرع يد دلائيان ويقتلون النبيين النبياش الدلاية بغير حق حق يركزك الدلاية ويقتلون الذين كون الدلاية يأمرون فرعية ذاتك بالقصد عدل فرعية ومن الناس ذاتك كمذا فبشرهم كواسوه بشاري بشارة عن هذا ويتهكم وخبر ويأشيق وي هذا أبي سلام بقف رجل الدين على دهوك أيوه مركز وحاسكم بشاري فبشرهم وخبروا لإله سبحانه وتعالى بعذاب عذاب عذاب كاسو أليم ومليم وحن وجود إلهي مركا هدى وحال الشيغي يهود وحيد دلين أفرتن إيه سدح النبي هل مالين دلين لي هدى مركا دي أنبياء إلهي وساس والله يجري دلت غلب حات كمال إيسا نيسا مركا ساو حوي بقول إيه طلبات أو دلتك عبادة هاي وهو أنبياء إسرمي ayay dilki ka nahiyeen markaas ay ayagna dileenay gali ku dambo oo maalinta ayaga way raacsiyeen laakiin hadda waa al-ibratu bi'umum al-lafi la bi-husab cid kasta oo markaas dadka ilaahay subhanahu wa ta'ala anbiyadiisa iyo dadka saalixiinta dila oo xaq darada maaratay ku dilaya ayaa loo jeedaa walaa kuwa sawd ilaahay الذين كووا يحبدد أي برتي أعمالهم أعماشهم وهي عمل فلان أو خيرة مثلا بعدين صلاة الرحم سمايين صدقاء يبحيين صلاة الدكرين وحكا سأي سمايين أهرين تأسابه هنيس أولئك كوا صوت إلهي الذين إلا هذا أنبياء للدلائية ضد مارتيا مؤمنين أو صلاة الدلو وحوالي مركز كفر واي عمل كيسنا مركز وابوري أولئك كوا صولها ألا الذين كووية حبدت أعمالهم مع شود أي برتي في الدنيا الدنيا إيه والآخرة آخرة ووحلق السوق هذا يا ملح وحايل شرد جيد بألا لأيها وما لهم من أصغنا نول إله سبحانه وتعالى من ناصرين كوا قرقار وما لهم أمصغنا نول إلهي من ناصرين كوا قرقار وعذابك إلهي كمن إيه مرك هذا عشر كيل انت اسوك اجي هاي والله سبحانه وتعالى اعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.